بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. نود في هذه المحاضرة السابعة أن نتحدث عن أخلاقيات العمل والسلوك العام. في هذه المحاضرة يفترض من الطالب بعد الانتهاء منها أن يكون ملما بالأهداف التعليمية التالية، بحيث بعد هذه المحاضرة يكون متفاهما الطالب لتأثير أخلاقيات العمل على السلوك العام، ونتحدث من خلالها أيضا عن وظائف المحتسب الرسم. في البداية نود أن نوضح أثر أخلاقيات وتأثير أخلاقيات العمل على السلوك العام، لذا لابد لنا في البداية أن نعرف ماذا نعني بالسلوك العام. يقصد بالسلوك العام اللي هي التصرفات والتعاملات التي تحكم علاقة الناس بعضهم ببعض. إذا ما دام عرفنا السلوك العام بالتصرفات والتعاملات التي تحكم علاقات الناس بعضهم ببعض، لابد لنا أن نرى تأثير أخلاقيات العمل على هذه التصرفات والتعاملات. وسابقا عرف الشخص الذي يطبق معايير أخلاقيات العمل بالمحتسب، والمحتسب طبعا يكون نوعين: محتسب رسمي وهو معين من الدولة منصب ودوره إجباري، ومحتسب غير رسمي وهو المتطوع ودوره اختياري. إذن في البداية يجب أن نربط بين السلوك العام والمحتسب. تحدثنا عن السلوك العام وعرفناه وقلنا أن هي التصرفات والتعاملات التي تحكم علاقات الناس بعضهم ببعض، والآن عرفنا أن الشخص الذي يقوم بتطبيق معايير أخلاقيات العمل عرفناه أو سميناه بالمحتسب، والمحتسب نوعان: رسمي وغير رسمي. في البداية لابد لنا أن نتحدث عن المحتسب الرسمي وأهم الوظائف التي يجب أن يقوم بها. طبعا المحتسب الرسمي من صلب وظائفه اللي هي مراقبة الالتزام بالشعائر الدينية. يعني احنا اهم وظيفة يقوم بها هذا المحتسب مراقبة الناس والجمهور والتزامهم في الشعائر الدينية. بالتالي لما بنتحدث عن الشعائر الدينية، من اهم هذه الشعائر اللي هي الصلاة. لذا احنا نتوقع دائما من المحتسب الرسمي بما يخص الصلاة أنه يجب أن يذكر الناس بأوقات الصلاة، وخاصة في الأماكن العامة كالأسواق. وبالتالي إذا أراد أن يذكر الناس بوقت الصلاة ومواعيدها، يجب عليه أن يشرف على إقفال المكاتب والمؤسسات والأماكن التسوق، المحلات، مع الأخذ بالاعتبار أن هناك بعض المرافق الحساسة التي يمكن أن تستمر بعملها لحساسية دورها وتقديمها الخدمات للجمهور، مثل هذه المرافق اللي يمكن أن نتحدث عنها والتي قد لا يشملها الإقفال في وقت الصلاة، اللي هي محطات الوقود والصيدليات وصلاة الطوارئ في المستشفيات. ليه؟ لأنه محطات الوقود يعني تخدم المسافرين، والصيدليات كما نعرف تخدم الحالات الطارئة، وصلاة الطوارئ في المستشفيات والمستوصفات هذه يعني تحكم الناس الذين يكون لديهم أي أمراض طارئة أو ظروف تستوجب توجههم لمثل هذه الصالات. إذن من أهم وظائفه مراقبة التزام الشعائر الدينية اللي هي الصلاة. أما الصيام طبعا وهو ركن من أركان الإسلام المهمة، يتطلب من المحتسب أن يراقب عملية التزام الجمهور بالصيام في شهر رمضان، وردع كل من يجاهر بمعصية الإفطار
حتى لو كان ذلك بحجة المرض أو السفر، لأن عملية المجاهرة بالإفطار في شهر رمضان المبارك فيها إساءة لمشاعر الكم الأكبر اللي هما الصائمين. فبالتالي من أهم الوظائف التي يقوم بها المحتسب اللي هي مراقبة الصيام وعدم فتح الفرصة أو المجال للمجاهرين بالإفطار في هذا الشهر المبارك. أيضا من وظائف المحتسب المحافظة على نظافة المساجد، لأن المساجد طبعا كما نعلم جميعا هي بيوت الله عز وجل وهي بيوت للعبادة، وبالتالي مطلوب من المحتسب أن 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 يلعب دورا في الحفاظ على نظافة هذه المساجد. فنطلب منه القيام ببعض الجولات على هذه المساجد وعلى بيوت الله ليتأكد دائما من نظافتها وخلوها من أي أوساخ قد تسيء إلى نظافتها وإلى مكان إلى 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 خصوصيتها كأماكن للعبادة، التأكد من أنه لا يوجد فيها أي روائح كريهة غير مناسبة، وأن يتأكد من تهوية هذه المساجد والإضاءة فيها والتكييف وأماكن نظافة أماكن الوضوء التي يسعى إليها كثير من العامة، على الأقل أن 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 يراعي الحدود الدنيا من وسائل الراحة في هذه الأماكن أو البيوت التي تعتبر من بيوت العبادة وهي بيوت لله عز وجل. كما يفترض في المحتسب أن يضمن استعمال المكبرات الصوتية التي تستخدم في المساجد استعمالا جيدا حضاريا بعيدا عن الإزعاج للناس الذين يسكنون في محيط المساجد. إذن للمحتسب كثير من القضايا تتعلق بالشعائر الدينية اللي تحدثنا عنها اللي هي الصلاة والصيام ونظافة المساجد. من جهة ثانية احنا نتوقع من المحتسب ان يقوم بوظائف اخرى غير مرتبطة بالشعائر الدينية كمكافحة التسول، العناية بالدواب الضالة، العناية بالأطفال التائهين واللقطاء، مراقبة النوادي الرياضية والمطاعم وأماكن الاستجمام، الملاهي، زيارة المجتمعات التي تكثر فيها أو يكثر فيها العزاب. سنمر على هذه الأعمال بشكل متسلسل. إذن بعد الشعائر الدينية احنا نتوقع من المحتسب أن يلعب دورا جيدا في مكافحة التسول من خلال مكافحة عمليات التسول للمتسولين في مراكز التسوق والمستشفيات والشوارع والمساجد والمطاعم والملاهي، ويمكن في هذا المجال أن يتصدى خاصة إذا كانت هذه الظاهرة يعني ظاهرة مقصودة ومرتب لها، ونرى أن هناك من يقف وراء هذه الظاهرة التسول من عصابات ومن جهات تستفيد من هذه من هذا التسول. أن يتعاون إذن للمحتسب دور مهم في مقاومة مكافحة التسول، ويستطيع من خلال هذا الدور أن يتعاون مع رجال الأمن ويتعقب هؤلاء المتسولين الذين يتخذون من مهنة التسول مهنة وحرفة. كما يمكن للمحتسب أن يلعب دورا مهما في التعرف على تصنيف هؤلاء المتسولين لمن يكون فعلا محتاجا واضطرت ظروفه في أنه يتسول، أو
أن 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 إذن مطلوب منه أن يصنف لنا هؤلاء المتسولين من هو بحاجة حقيقية فعلا للمساعدة حتى يستطيع أن يرتب له مع إدارة بيت بال المسلمين لتخصيص إعانات لهم، وأن يصنفهم للنوع الثاني الذين يأخذون من هذا التسول مهنة، وبالتالي معاقبتهم ومكافحتهم. لذلك المحتسب له دور مهم في مكافحة المتسولين، لأن المتسولين أكثر ما يتواجدون في 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 أماكن العبادة والمساجد التي يكون المحتسب له دور في متابعتها ومتابعة النظافة فيها كما أسلفنا سابقا. أيضا للمحتسب دور في العناية في الدواب الضالة، فيقوم أو يقوم بالمساعدة في تخصيص أماكن خاصة لهذه الدواب نستطيع من خلالها أو يستطيع من خلالها تزويدها بالماء والحشاش إلى حين الاسترشاد أو أن نعرف من هم أصحاب هذه الدواب الضالة حتى يحصلوا عليه. أيضا للمحتسب دور مهم في العناية بالأطفال الضائعين واللقطاء، وهنا يعني الأصل من المحتسب أو يقوم المحتسب بدور هام، وهو بتوفير دور حضانة للأطفال اللقطاء أو الضائعين لتربيتهم وتعليمهم، لأنه إذا 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 وجدنا هؤلاء الأطفال الضائعين أو اللقطاء يصبح لزاما على المجتمع أن يوفر مكانا آمنا لهم حتى لا يستغلوا بشكل سيء ويكونوا وبال على المجتمع، بل الأصل أن نهتم فيهم ونوفر المكان المناسب الذي يحتضنهم ويعلمهم ويربيهم حتى يصبحوا أفراد صالحين في المجتمع. يستطيع أيضا المحتسب أن يلعب دورا مهما في رعاية الأطفال التائهين غير اللقطاء، أيضا للمحتسب دور جيد في أنه يحتضن الأطفال التائهين إلى حين الإعلان عن أسمائهم والتعرف على ذويهم والتأكد من تسليمهم للجهة التي فعلا هي مسؤولة عنهم وإعادتهم إلى أهلهم، وبالتالي عدم استخدامهم من عصابات التسول التي قد تستفيد من ظروف هؤلاء الأطفال التائهين. أيضا المحتسب يقوم بدور مهم وأساسي في مراقبة النوادي الرياضية، لأنه مهمة المحتسب في هذا المجال أن يراقب هذه النوادي، لأنه هذه النوادي يجب أن نطمئن إلى عدم مخالفتها لأساسيات السلوك العام وأخلاقيات ديننا الحنيف، وأن أن أن يراقب المحتسب احترام هذه النوادي الرياضية لأوقات الصلاة والتوقف عن الأنشطة خلال هذه الأوقات. كما يفترض من المحتسب أن يلعب دورا مهما في مراقبة المطاعم وأماكن الاستجمام، لأنه من مهام المحتسب في هذا المجال في المطاعم وأماكن الاستجمام أن يتأكد ويراقب من أن هذه الأماكن تخصص أماكن للعوائل وتستخدم العوازل لإتاحة الفرصة للعوائل للاستفادة من خدمات هذه المواقع المطاعم وأماكن الاستجمام. ويجب عليه طبعا بعد التأكد من أنه هناك أماكن مخصصة لهذه العوائل وأنها تستخدم العوازل يفترض أن يحارب عملية الاختلاط في هذه الأماكن، لأنه أكثر الأماكن التي قد تظهر فيها ظاهرة الاختلاط هي المطاعم وأماكن الاستجمام كالملاهي والأماكن العامة كالحدائق.
فيجب عليه أن يساعد في محاربة ظاهرة الاختلاط بكل صورها وأنواعها. كما يمكن له أيضا أن يمارس دورا مهما بمقاومة أي تصرفات مخلة يمكن أن يتصرفها الأفراد في هذه الأماكن في المطاعم وأماكن الاستجمام، وبحيث يضمن بأنه هذه الممارسات المخلة أو المخالفة للأخلاق بأنها لا تصبح ظواهر تسيء لهذه الأماكن أو للعوائل التي يرتادها من الناس. كما نطلب من المحتسب أو في صلب وظائف المحتسب أن يلعب دورا مهما في مراقبة أماكن الملاهي وترفيه الأطفال، لأنه يمكن له أن يساعدنا في مراقبة النظافة والأداب العامة في هذه الأماكن اللي هي الملاهي وترفيه الأطفال، أن يساعدنا بالسماح فقط للعوائل بارتياد هذه الأماكن، ويضمن أنه لا يكون هناك أي مضايقات للعوائل في مثل هذه الأماكن. كما يمكن للمحتسب أو من صلب وظائفه أن يقوم بمساعدة المجتمع بالتأكد من صحة أو من خلو المجتمعات السكنية للعمال والعزاب من أي سلوكيات غير جيدة، فيمكن له أن يقوم بزيارة هذه التجمعات السكانية للعمال ويتأكد من أنه العمال الموجودين في هذه التجمعات منضبطين ولا يمارسوا أي سلوكيات غير جيدة، يتأكد من أنه هذه التجمعات تحافظ على أوقات الصلاة، تقوم بالصلاة وتؤديها في أوقاتها. إذن المحتسب له وظائف كثيرة، تحدثنا في البداية عن وظيفته في 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 مساعدة المجتمع بالالتزام بالشعائر الدينية، سواء كان ذلك مرتبط بالصلاة أو الصيام أو نظافة المساجد، وقلنا أنه يمكنه أن يقوم بأعمال أخرى مهمة في المجتمع اللي هي مكافحة ظاهرة التسول، ومساعدة لنا بالعناية بالدوابات الضالة وبالأطفال الضائعين، ومراقبة النوادي الرياضية والمطاعم وأماكن الاستجمام والملاهي. كما يمكن أن يساعدنا بضبط أي سلوكيات غير لائقة في التجمعات السكانية للعزاب والعمال. هنا في هذا الفصل أيضا لابد لنا أن نتحدث عن مسؤولية الأشخاص عن سلوكه، لأن الشخص مسؤول عن سلوكه إذا كان بالغا وعاقلا وحرا وقادرا، إذا كان يعلم بأن إذا كان عالما بالتصرف هذا والسلوك وحيثياته، يكون مسؤولا عن سلوكه إذا كان هناك نية مبيتة للسلوك السيء، إذا وجد أنه باشر بهذا السلوك. إذن الشخص يحاسب على سلوكه إذا توفرت فيه شروط البلوغ والعقل، أن يكون حرا قادرا على علم بأن هذا السلوك سيئا، إذا كان هناك نية مسبقة بسوء هذا السلوك أو مخالفة للأنظمة، وإذا فعلا قام بمباشرة هذا السلوك. الإسلام يفسر لنا سوء الخلق للأفراد وللموظفين، ويفسر على أنه سوء الخلق يفسر سوء الخلق على أنه غواية من الشيطان الرجيم للضعف في النفس البشرية، فلا ينسب الإساءة في السلوك والخلق
إلا للشيطان، لأن الشر يكون الشيطان يعني أحد المصادر التي تؤثر في سلوك الإنسان. ومن أسباب طبعا سلوء الخلق والسلوك غير الشيطان اللي هو قرناء السوء، الافتقار إلى التربية السليمة، غياب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الجمهور العام، ضعف الوازع الديني في الأفراد، وأخيرا اللي هو حياد المجتمع وسلبيته وعدم اكتراثه في سلوك الأفراد. إن توفرت هذه الأسباب ينتج عنا السلوك السيء للأفراد وسوء الخلق. بذلك نكون أنهينا المحاضرة السابعة، شكرا لكم.